السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. طبعا يا حبايب قلبي احنا جينا اوضه الحمام، وقبل ما احط لهم الاكل احنا دخلنا ننظف الاوضه، يدوبك كنسناها، وعايزين قبل ما نحط الاكل نعمل ايه يا حبايب قلبي؟ دي طبعا حاجه مهمه ليكم، وطبعا اللي عايز الحمام ما يعياش منه او يجرى له اي حاجه دايما نرش جير مطفي، وهنرشه دلوقتي مع بعض واوريكم حبايب قلبي. طبعا يا حبايب قلبي اللي انا برش الجير قبل ما احط الاكل بس مره واحده في الاسبوع. الشكاره دي بخمسة جنيه، دلوقتي بقت بستة جنيه، نجيبها وتقعد معاك فتره، يعني من كل اسبوع بنرش الاركان كلها والارض، عشان الجير ده حلو للحمام وبيخلي صحته كويسه ما يعياش منك، عشان خاطر كمان دي املاح معدنيه. طبعا يا حبايب قلبي يعني طبعا الجير دوت الشكاره بخمسة جنيه، طبعا بقى لها فتره معايا اهي يا حبايب قلبي، طبعا بجيبها وبرش منها دايما باستمرار، وهوريكم يا حبايب قلبي دلوقتي قبل ما نحط الاكل هنرش ايه، عشان ما حدش معايا بيصور. طب احنا انا هعتمد على نفسي اللي احنا نرش ونصور مع بعض. بصوا يا حبايب قلبي انا دلوقتي برش الجير اهوت، بسم الله. طبعا يا حبايب قلبي هوريكم دلوقتي الحمام اللي لسه طالع عندي، وطبعا انا بحاول اللي انا بحافظ عليه على قد ما نقدر. نرش دلوقتي الجير اهو عشان الجير دوت حلو، واحنا دايما نرشه هنقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، دايما تسمي ونرش الجير حلو للحمام، الاوضه دايما تبقى دايما نظيفه، نحاول ان احنا ننظفه على قد ما نقدر عشان الحمام ما يتعبش مننا، عشان الحمام بيحب ايه النظافه. طبعا حبايب قلبي احنا رشيت الجير اهو عشان الهواء، بسم الله اهو يا حبايب قلبي. طبعا انتوا شايفيني كده اللي انا برش بايد واحده وبصور بايه، بايد واحده اهو يا حبايب. طبعا انا قلت ان انا ايه هصور واوريكم دلوقتي حبيب قلبي الحمام قبل ما نحط له الاكل هنعمل ايه دلوقتي. انا عندي شويه زغاليل طبعا في القفص هنا، هحط لهم الاول الاكل، هنحطه بسم الله الرحمن الرحيم اهو يا حبيب قلبي. بص حبايب قلبي انا رشيت الجير كده، بعد ما رشيت الجير طبعا هنحط لهم الاكل، وطبعا احنا حطينا للزغاليل الاكل برضو اهوت، وادي الزغاليل اهي حبساها عشان طبعا اللي بيعوز زغاليل بنديله ايه زغاليل اهو حبايب قلبي هنا كده. ايوه طبعا انا دايما باستمرار بنضف لهم وبكنس كده على طول الاوضه وبحافظ ايه عليهم. طبعا يا حبايب قلبي انا هوريكم دلوقتي الزغاليل اللي طلعت من عندي وهحط لهم الاكل وهوريهم بقى. بسم الله الرحمن الرحيم ادي الزغاليل حبايب قلبي، بسم الله همت يا حبايب قلبي. طبعا همت طبعا فيهم ايه دم. نشوف كده الحمام التاني اهوت، بسم الله الرحمن الرحيم اهو حبايب قلبي ادي الحمام زغاليل برضو همت هنا دول لسه زغاليل فهمت. طبعا حبايب قلبي انا هوريهم لكم كده بس هحط لهم الاكل عشان هما ايه جعانين. وادي الحمام الصغير لسه طالع من البيضه، بسم الله الرحمن الرحيم اهو همت حبايب قلبي شايفينها كده اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده الانتاج اللي بيطلع من عندنا، الانتاج ده دايما تحافظ عليه، والحمام ما شاء الله اهو قلبي الحمام اهي صغننة، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الزغاليل دايما تطلع باستمرار وصحتها كويسه عشان الحمامه صحتها كويسه.
احنا هنحط لهم الاكل دلوقتي، وادي كل فرينه وارسلكم عليها كل على فول وقمح وشويه علف صغيرين وسله وذره عويجه وذره صفرا. كل الايه الخلطه كلها دي بتبقى نظيفه، اهم حاجه الخلطه تبقى حلوه عشان الحمام صحته تبقى ايه حلو. انا دلوقتي هنحط لهم ياكلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، نقلبها كده عشان انا مش بعرف اتصور دلوقتي لوحدي واشتغل بيها، ايدي التانية اهو يا حبايب قلبي. هو ده كل حمام وهو بياكل كده. وطبعا عندي الطواجن هنا بغسلها باستمرار، ودايما نحط ميه نظيفة هنا في قلب ايه العلافة البتاع اللي هي بتحط فيها الميه دي جردل. دلوقتي هنحط لهم الميه عشان مش عارفة امسك الجردل ده واحط لهم ايه الميه. بسم الله الرحمن الرحيم، دي عايزه تقلب الناحيه الثانيه، الميه نضيفه اهي يا حبايب قلبي. طبعا هحط لهم ميه نضيفه في الطواجن كده. بسم الله كده، دايما البوله تبقى نضيفه والميه نضيفه كل يوم تتغير عشان بيبقى نطلع نلاقيهم ايه عطشان. طبعا حبايب قلبي انا وريتكم الحمام اللي عندي ما شاء الله بسم الله اهو. كان طبعا الطاقه بتاعتي الصبح وبعد العصر بحط لهم الطاقه الثانيه، يا دوبك هما طاقتين بس اللي هما بعد العصر على الساعه 4-5 عشان خاطر ايه يبقى يتعشوا قبل ما يناموا. بسم الله ما شاء الله الحمام عنده تمام نشيط وجميل وما فيهوش حاجه الحمد لله عيان. طبعا ليه؟ عشان بنضف الاوضه باستمرار، بحط الاكل ليهم بنظام، يبقى الصبح واخر النهار اللي هو ايه قبل ما يناموا. دايما تحط الميه باستمرار قبل ما يناموا كمان، الخطه بتاعتي بعد العصر عشان خاطر الميه تبقى نظيفه ما يبقاش ميه عطشانين. والميه دايما احنا عشان الجو حر احط لهم الميه على طول باستمرار. طبعا الزغاليل هنا بتاكل، واحط لهم الميه في قلب الطاجن بتاعهم برضو عشان اغسله، حطيت لهم ياكلوا الاول. بسم الله ما شاء الله، انتوا كده شجعونا واعملوا لنا لايك واشتراك اللي اول مره يشوف الفيديو بتاعنا يا حبايب قلبي. طبعا انا عايزاكم ايه تشجعونا. بص الحمامه كده اهو، حمامه ما شاء الله حلوه وبتدوم ورا الايه النتايج. بسم الله ما شاء الله. طبعا حبايب قلبي قولوا بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك ويزيد الجميع يا رب، وشجعونا وخلي القناه تكبر بيكم. طبعا حبايب قلبي ما تنسوناش طبعا بدعواتكم الجميله لينا، والله كل دعوه بتبعتوها بتشجعني اكتر واكتر اللي انا بطلع اصور، ببقى فرحانه بدعواتكم ليا. طبعا يا حبايب قلبي انا قلت انا اقول لكم اللي انا طالعه بحط اكل ازاي، وبحط الصبح الساعه 9 الصبح بطلع اول ما اصحى بطلع لهم افطرهم الاول عشان بعد العصر اطلع لهم تاني. بنزوم ورا النتاية ازاي. بسم الله ما شاء الله، كل واحد ليه عين. وطبعا احنا بناخد الزغاليل دايما باستمرار في البلدي بنذبحه، واللي هو بقى الاسترالي والناس اللي عايزه منه زغاليل بديها لهم عشان يبقى ايه يبقى حاجه كويسه ايه يربوها. اهم حاجه صحه الحمامه حبايب قلبي كويسه، ولازم يطلع لك انتاج كويس، ولازم الحمام يبقى بيجيب البيضتين بتوعه ويبقى كويسين عشان الحمامه تطلع كويسه. كل ما ياكل كويس صحته كويسه بيطلع ايه الزغلول كويس، ميبقاش طالع دبلان وعيال، ميبقاش ايه وياكل عياله الزغاليل ودايما باستمرار عشان يبقى اكلهم مرتين في اليوم عشان صحته تبقى كويس. اهم حاجه النظافه حبايب قلبي، احنا نضفنا كده ونحط الاكل على نظافه.
طبعا ما تنسوناش باللايك والاشتراك يا حبايب قلبي. ودلوقتي اقول لكم يا حبايب قلبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.